أنصار الفريقين جلسا سويا على مدرجات ملعب الشهيد عمر حمادي ببلوغين في لفتة رائعة نتمناها أن تعمم على كل مدرجات ملاعب الوطن، وأن يكون كل الجزائريين لبعض لا على بعض. اللقاء كان ساخنا جدا وبدا فاترا في بدايته، ولكن بعد 10 دقائق من مرور الشوط الأول الاتحاد كان الأخطر بفضل فرحات الذي ترجم العديد من التمريرات، ولكن بتسديدة كانت ضعيفة وسهلة للحارس الذي كان متألقا سيدريك، عندما منع سوغار من تسجيل هدف كان سيكون الأجمل أو من بين الأجمل هذا الموسم. كان ذلك في الدقيقة 13، والركنية بعدها كانت خطيرة على سيدريك ودفاعه الذي أنقذ مرماه على مرتين، وكذلك ركنية بزاز وقف فيها الحظ إلى جانب بن عيادة. هذا أهم ما ميز شوط المباراة الأول، فتور في اللعب وخاصة من جانب الاتحاد الذي لم يكن في يومه ولم يكن في مستوى سمعته ومرتبته. الشوط الثاني بدأ وبقوة، ولكن لصالح السنافر وبقيادة المخضرم والمتألق والرائع بزاز الذي مرر للمزعج فوفي الذي سجل أول أهداف المباراة في الدقيقة 47. مواطنه من الجانب الآخر أندريا اجتهد كثيرا في صنع الفارق، ولكنه لم يصب شباك الحارس سيدريك، ولكن إصراره ومثابرته المتواصلة كادت أن تمنح الأسبقية، أسبقية التعديل طبعا للاتحاد، بعد أن مرر كرة إلى كودري الذي سدد والقائم ردها نيابة عن سيدريك هذه المرة. بعدها فرحات، ومن كرة ثابتة كانت بعيدة عن الإطار، بعدها فرحات وزع كرة إلى شافعي الذي لم يكن منقذا اليوم وبدا عليه سوء التركيز، حاله كحال سوغار. وعندما يضيع شافعي يظهر المنقذ الآخر إبراهيم بدبودا الذي يعدل النتيجة برأسية خادع بها الحارس سيدريك. وكان ذلك في الدقيقة 81. وشيخنا عبد القادر شعو كان بشعار اليسمى ونولدها، الدقائق المتبقية لم تعرف الجديد سوى البطاقة الحمراء لمدافع شباب قسنطينة جيرابيس الذي احتج كثيرا على الحكم الذي أخرجه من المباراة، وبطاقة حمراء أشرها أنصار الاتحاد في وجه المدرب حمدي، وثورة كبيرة على خياراته وعلى المجموعة التي لم يعد يتحكم فيها.